منتخبات يراد لنا هيك توليفه انه مساعدين عراقيين يقتنعون بالمدرب الاجنبي اللي يقودهم. احنا المشكله احنا هاي ما استاذ احمد اقول لك فشي على نادي الشرطه. نادي الشرطه اذا الى هم اللاعبين ما يردون ياخذون الدوري يلا ما ياخذون الدوري هم. يعني لو اي فريق يتميز كابتن اللاعبين عندهم امكانيات افضل اللاعبين بالعراق هم. اي لا هو يعني من تقول لي افضل لاعب فهمني هاي الجمله اللي تتحدث عن هذا الموسم على هذا الموسم شلون الشرطه الا هم اللاعبين يقررون ما ياخذون الدوري يلا ما ياخذون الدوري. لا والله بغض النظر عن قوه المنافسين ايش قد ما قوه المنافسين الزوراء والجويه والطلبه مهما تكون قوتهم اللاعبين فريق الشرطه والكادر التدريبي اذا ارادوا ان ياخذون الدوري ياخذون الدوري بفرق تصريح كبير. ناري هذا يعني تدري شو يقول الدكتور كابتن تعرف ليش يقول لاعبين الشرطه الا يقولون ما اريد الدوري نعطيها ديه لبقيه الانديه يلا يعوف معناها مضمون كابتن مستوى الفني مضمون 100% للشرطه كابتن مستوى الفني للاعبين الشرطه ومستوى الفني للفريق ككل من الناحيه التكتيكيه اعلى فريق كعبه من اللاعبين الدوري العراقي كلام صحيح وبدليل المباريات اللي دنشوفها كابتن فريق الشرطه ده يلعب كره قدم يعني صدق يعني صدق تحس بيها كرة قدم حقيقية من التحولات من التنظيم من نوعية المحترفين هم خطأوا في خطأ واحد فقط بس مارديكيان اللاعب السوري بدلوه جابوه السورستم كابتن شوف جودة اللاعبين اللي جابوه السورستم هاتريك ومباراة هذا وبالتالي هذا التنافس اللي راح يصير زائدا اللاعبين عبد المجيد أبو بكر وأدريسيان يانغ هم لاعبين ممتازين على اعلى مستوى جيدين هم احسنت يعني حتى مجاقل لك انت الان قلت لك 30 لاعب كلهم منتخب اي انا اقصد انه 30 لاعب من اقول كلهم منتخب يعني كلهم بالفورمة الاولى اللاعبين الاساسيين انا تعداد هذه الاسماء تدل على انه فريق الشرطه رايح نحو الدوري ب بس يعني اعتقد اكو مفاجات يعني نعم ما نزل نعم فكرة قدم اكو مفاجآت لكن هم فريق الشرطه اعتقد من اكثر الفرق اوفر حظا بحصد اللقب زين قبل لا انتقل لمباراه الجنة.